والله أعتقد أن المرأة أخذت كل تمكين ويارسة يعني على أهبة الاستعداد للإبداع ولإظهار دور المرأة بكل قوة في مختلف المجالات الثقافية والفنية سواء في دولة الإمارات أو خارج دولة الإمارات. كيف يمكن أن يساهم الفن بتعزيز مكانة المرأة في المجتمع؟ جميل ان الفن هو الحياة كاملها، فيعني الفن لما ننظر له حتى تعاملك مع الاخر هو فن، من خلال طبعا تمثيل بلد او دولة في محافل دولية وفي مؤتمرات او من خلال ورش فنية، فهذا يعتبر هو تمكين للمرأة وكذلك نشر ثقافة الفن، نشر ثقافة مجتمعية بحد ذاتها، فالفن في كل مجالات الحياة داخل يعني. بعد هاي المسيرة الطويلة وعلى اعتبارك أحد المؤسسين للحركة الفنية بدولة الإمارات، ماذا قدم لك الفن؟ الفن قدم لي أشياء كثيرة، قدم لي جمال، قدم لي أن كيف أشوف الحياة بمناظر مختلفة أو برؤية مختلفة، كيف أشوف الناس، كيف أضحك في وجه الآخر، كيف أعلم طفل مبادئ الرسم، كيف أفرح لما أشوف إنسان فرحان بلوحته ويقدمها لي على أساس أنه هو قدر أنه هو يستمر بهذا الطريق.